كذلك يعني أحيانا قد يحتجون لعدم وجود الخلاف بأن عليا سمى أبناءه أبا بكر وعمر وعثمان بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان، هذا أيضا فيه نظر. أولا عثمان صرح الإمام علي بأنه سماه باسم عثمان بن مضعون، عمر كان مشهور في الجاهلية والإسلام ولكن يظهر لي أنا بأنه سماه باسم عمر بن أبي سلمة ربيب الإمام علي، لأنه ولد له بعد أن يعني لأن الإمام علي كان وصي النبي على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة من بقيت محبة لأهل البيت أو نقول متشيعة كأم سلمة. أم سلمة معروف موقفها، وأرسلت ابنيها مع الإمام علي، وكان يعني كل يعني كان الإمام علي من النبي بمنزلة هارون من موسى، يعني من كان يرعاه النبي ومن كان كذا يعني يرعاه ويتفقده. فكان أبناء أم سلمة أيتام، أبو سلمة مات عام 3 هجرية، ولها منه سلمة وعمر اللي هي أم سلمة. فيه عمر أكثر من واحد، أنا لما بحثت يعني ممكن عمر الخطاب، ليش لا؟ عمر اسم قديم أصلا، يعني هو تعرفون مخزوم، مخزوم جدها عمر، قبيلة مخزوم كلها، يعني مثلا خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، فعمر موجود في النسب، موجود في العرب، ما يعني ما في أي يعني، حتى لو سمى بعمر بن الخطاب ما في أي مشكلة. أما أبو بكر لا، يعني اسم ابنه محمد الأصغر كنية، مات صغيرا مع الحسين، كنية بعدين بأبي بكر. وفي أبي بكر أيضا كثير، في أبو بكر بن شعوب، في أبو بكر بن أبي قحافة، في أبو بكر كثيرين، يعني فما أتى نص صريح أني سميت هذا بهذا بسبب هذا، لا، أتى في عثمان فقط أنه سماه باسم عثمان بن مضعون. أما عمر ما قال أنا سميت باسم عمر بن أبي سلمة، ولا عمر بن الخطاب، ولا عمر بن عبد الله بن مخزوم، ولا أو عبد الله بن عمر بن مخزوم. فالبحث العلمي، البحث العلمي إذا وجدت أن السبب قد ذكر اذكر، إذا لم تجد توقف، ولا تدري هل سمى بفلان هذا الفلان أو فلان. في بعض الشيعة مثلا سموا يزيد وسموا معاوية، هل هو بيزيد بن أبي سفيان؟ لا، في كثيرين يزيد صحابة وتابعين وكذا، يزيد بن أنس من أصحاب الحسين الكبار، ما سمى باسم يزيد بن معاوية.